خلاص انت مبروك عليك. معقوله يعني لو ما هي نصيحه؟ سلمى الوحده عندها خبره بيناتنا فهي الاضعف. نو وريز، نحن نعمل لك الصحن، نعمل لك برزنتيشن، نعمل لك كل شيء. شهرزاد لك من هلا شو بقول لك تعملي بتعملي بالمطبخ وخلصت. اوكي لانه هالمره ما في مزح. اوكي يلا قوموا تنكفي التخطيط بالبيت. قوموا يلا 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 يا شباب يلا. محمود قال لنا انا عارف لوجين وش تحب. فيك تعمل شي مكرون مثلا بطعمه دبس رمان خفيف، بعمل لك محمره بحط لك بقلبها. كيف محمره؟ انا ما نعرف محمره. انا بساويها هي المحمره، انا بساوي لك اياها. انا انتيق في محمود، قلت له اوكي دان. اوكي راح اعمل لوبستر سيفيتشي من برا ومحشي بقلبه وسيب قص سيفيتشي. اوكي محمود طلع بفكره الاطباق وقسمها علي انا ومهدي، انا قاعده ساكته. سلمى كان لازم اعطيها شغله مو كتير صعبة. خلينا بابا غنوش مع تويل. خلص هذا هو. انت مش حابة فكرة طبق قليل؟ هنعمل ايه؟ انا ممكن اعمل طبق فريش يعني. لا لا غقفة. لا انت كنت تحكيون علينا انت. جورج قال لي شو رغبتها تعمل واحدين ثلاثة. اقترح علي اني اعمل نفائف دجاج محشية بالخضر والفواكه. انا بعمل صومو وباخذ الجلدة بعملها كريستال. ممكن اشتغل في حاجة من كورس في ستارش، وكنا عايزين نعمل حلقة وسط بين الثلاث أطباق. ممكن أعمل صدور بط مع فريك أو أعمل لام مع كوسكوس. خلي يكون بصحننا في سمك دجاج لحم. هلا إذا أنت عندك ثلاث أنواع دسير، إذا كان في واحد منهم فيه نكهات عربية. بتعرف إيش مفكر أنا؟ نعمل بسبوسة مع تيراميسو. طاحنة. تيراميسو مع قطع النمورة بقلبها. فهمت قصدي؟ ايه فهمت قصدي. ما عندي شيء اخسره لانه انا اصلا بدي اعمل تيراميسو، كثير مقتنع فيها ككومبينيشن، قلت هات نجربها. شو طلع معك انت؟ انا عرضت فكره على عمار تشوكليت كيك. بناسبك؟ فكره ممتازه. اليوم اذا تقدم ثلاث اطباق حلو، طبق فيه شوكولاته وطبق فيه كريمه وطبق فيه عجين، ففكرت اقدم تارت كريمه الليمون المفكك. انا بلاقي انه حيركبوا بطريقه حلوه بقى بالصحن. صح؟ صح. طعمات متجانسه. احنا كده متفقين كلنا. ضان فينا ننام هلا. تصبحوا على خير.